كملين بباقي فقراتنا الصباحية لليوم؟ يعني سالي، بلادنا دايما بتحتوي على الكثير من الخيرات يلي ممكن استثمارها بالكثير من التفاصيل، ونساء سوريا هن خير من قام باستثمار واستغلال هالخيرات. واليوم معنا سيدة سورية، ورغم اختلاف دراستها العلمية عن هوايتها وعملها، إلا أنه اختارت طريق للعمل بالمنتوجات اليدوية، واليوم رح نحكي أكثر عن عملها ومشاركتها ببازار بكرة أحلى. معنا السيدة هيفاء الحاجة حسن. يسعد صباحك، أهلا وسهلا فيك. أهلا الحاج حسين. حاج حسين، شرفنا بحضرتك. أهلا وسهلا فيك يا سيدة هيفا. بداية، مثل ما ذكرت أريج بالمقدمة أنه اختلفت دراستك عن الحياة العملية، يعني حضرتك مهندسة معمارية ولكن اشتغلتي بهيدي القصص. خلينا نحكي عن حبك للشغل اليدوي وللطبيعة، المواد الطبيعية. طبعا هلا هو انا كهندسه عماره، طبعا الازمه على سوريا اثرت على كل العالم مثل ما اثرت علي. بالنسبه لمهنتي انا كهندسه عماره، طبعا يعني صار الشغل كثير قليل عنا. فانا كهوايه بحب كثير، انا يعني كنت يعني الشغلات اللي بتفيد البشره كانثى يعني، والشغلات الطبيعيه. فحاولت ابحث دائما عن النت وطور اكثر اكثر، لتوصلت انه انا بدي يعني انه لاقي شيء يناسبني انا. فلقيت انه الصابون، ناس عم يشتغلوا بالصابون وعجبني كثير، حسيت انه هالشيء بيعبر عني انا وبيفيدني، وممكن انه اطلع منه بشيء منتج جديد كمان يفيد العالم كله بالمواد الطبيعيه. فحاولت انه نمي هالهوايه وبعدين طورتها وصارت هيك. يعني هالعمل الجميل يلي بيحمل روائح رائعة رح نتعرف عليهم أكثر، لكن حابين نعرف يعني شو المهارات يلي بيتطلبها هذا العمل؟ هلا هو أول شيء الموهبة والعمل المستمر، يعني بدك هالشغلة بدها الواحد يتم يحاول ويحاول وتجربة. ممكن أنا أول تجربة، يعني أول طبخة طبختها ما زبطت معي. طبعا والسؤال، يعني بدك دائما تطلعي على الشيء الجديد، يعني خلال شبكه الانترنت، خلال المسؤولين. يعني في ناس كثير بهالمهنه قبلي، خبراء بسالهم بيعطوني خبرتهم، يعني كله مع بعضه هذا مع الموهبه والعمل الدؤوب طبعا. وما يمل الواحد، يعني ممكن اول شيء ما يضبط يمل لا دائما. والاهل اللي بيشجعوا بيكونوا معك دائما، والاصدقاء طبعا، يعني والاصدقاء اللي بيوقفوا معك وبيشجعوك دائما لانه تمارسي هالمهنه. تمام. يعني يا انسه هيفا، خلينا نحكي عن طبيعه المواد اللي بتستخدميها بصناعه الصابون. هلا انا كلها مواد طبيعيه. هلا انا اخترت الصابون، هو مجال واسع كثير. انا اخترت جزء منه اللي هو صابون الجليسيرين، لانه صابون الجليسيرين ما له اي مضار ابدا ومفيد، وفيني اعمل منه اشكال، وفيني استخدم مواد زيوت كثيره مثل زيت الجوجوبا، زيت اللوز، زيت حبه البركه. وهالزيوت في زيوت يعني انه موجوده عندنا ببلادنا، بيقدر اي شخص يقدر يحصل عليها بسهوله، وانت عم تحاولي تستخدميها بهالانواع من الصابون. طبعا لانه في كثير ناس بتعرف انه عندنا بس ما بتعرف تستخدمهم. طبعا يعني انه بده الواحد يبحث عن الشغلة بيلاقيها عندنا، في كل شيء موجود الحمد لله بسوريا. يعني غير انه لها مجال كبير لاستخدام الزيوت، كمان الزيوت العطرية، روائح، كلها هي زيوت عطرية. كمان فيني استخدم كثير انواع مثل ما شفتوا، يعني انه في روائح كثير حلوة. وكمان فيني اعشاب، مجموعة كبيرة من الاعشاب ممكن احطها مع الجليسرين، خلطة الجليسرين، مجموعة كبيرة كثير لاستفادة من البشرة. يعني هلا في عندي مثلا البابونج، عندي الكركم، عندي الزعفران، كله روائحهم طيبة. عندي الورد، فكله هذا ممكن استخدمه مع صابونة الجليسيرين. يعني بصير فيها تشكيلة كبيرة. يعني حبيت الجليسيرين لأنه هيك فيه يطلع منه أشكال وروائح واعشاب، على اشكال يعني جذابه عم تكون. ما هيك تمام اريج؟ يعني هون في عنا شكل شوكولا، يعني قديش مهم هدول الاشكال بتسويق هيدا المواد. ومع اريج ليمونه يمكن. هلا يعني ممكن انه هلا هذا القالب يعني اخي مصنعه يدوي، يعني نحن كعائله قلت لك متعاونين كلنا مع بعض.
هلا انا اخي وابن اخي وبنت اخي زينة واذان، اكيد كمان نوجه لها تحيه لزينة اللي دائما بتكون معنا ضمن برنامجنا وبتقدم لها بتقدم لنا شغلات مبتكره وكثير حلوه. كمان مثل ما كانت عم تحكي سالي انه في عنصر جذب كمان للمراه، هدول مو بس اشكال يعني، هذا القالب يدوي كمان. تماما القالب يدوي مصنع، يعني هذا هاند ميد. لحتى اعمل هذا الشكل بدي اعمل 3 قوالب صبه وارجع يعني بدي قصه كمان بالمشرط لحتى يطلع هالشكل هذا معي. تماما، يعني انه فيه خبره كمان، يعني مو انه صب قالب عادي وبس. يعني كمان عم نشوف بطيخه يعني شكل هندسي كمان، يمكن دمجتي دراستك بتصاميمك. اكيد عم نشوف شكل مثلث ولكن على شكل فواكه صيف، يعني قديش هذا التصميم كمان عم ينال اعجاب كمان سيدات، حتى الاطفال يمكن يمسكوها يقولوا مثلا شو انه حلوه، وريحه ريحه البطيخ بنفس الوقت شكل البطيخ. تمام. وكمان هاند ميد. ايوه، يعني كمان القالب تبعه وكمان القشره، هي وقت بحطها بحط الالوان وبحطها يعني اخضر فاتح اخضر غامق لتطلع، يعني كمان عقصوله بتجي. كيف بتطلع معك سيده هيفا الافكار الجديده والابتكارات الجديده؟ دائما بتسعي انه يكون في تطوير لعملك ان كان بسرعه بالتنفيذ وبالجوده ايضا؟ طبعا هلا الاطلاع مهم كثير، يعني التواصل مع العالم تاخذي افكار، وعلى النت كمان دائما في اشكال جديده، في افكار جديده لازم استفاد منها. وقات من العالم بيعطوني افكار كمان، خاصه بالمناسبات عيد الام، عيد الفصح، عيد الفطر، يعني بيعطوني افكار مبتكرات ممكن انا اطبقها، اعمل لها قوالب وطبقها انا، او يعني بيعطوني افكار. والاطلاع دائما، يعني اذا ما في اطلاع الواحد بيتم بارضه ما بيتحرك لقدام. يعني يعني يا ست هيفا حضرتك عم تشتغلي بهيدا القصص مع قرايبينك، يمكن احنا تحدثنا عن العائله، قديش غير انه العائله لحالها هي بتشكل روح حلوه، كيف اذا كانت فريق عمل؟ خلينا نحكي شوي عن فريق العمل. هلا هو نحن كعائله، انا طبعا دعمتني، هلا في انا اخي، هلا انا ما عندي اولاد بس بعتبر اولاد اخي هن اولادي. تمام. يعني هلا زوجي طبعا بيدعمني وبيشجعني بكل شيء، بس يعني انه ما كثير له مراء بالشغله هي. تمام. بس في اخي اولاد اخي زينة واذان، فيعني بنوجه لهم تحيه كمان على الهواء لكل يلي عم يشتغلوا معي، يعني هن شجعوني وواقفين معي ايد بايد، يعني مثل كل نساء سوريا دائما عائلتها بتدعمها. يعني يعني بما انه حضرتك عم تذكري لنا نساء سوريا اليوم، قديش السيده السوريه والمراه السوريه عم تكون فعاله بشكل اكبر اليوم بمجتمعها، وعم تحاول تتجاوز هالازمه يلي مرت على بلدنا بابتكارات وباشياء مفيده كثير ممكن تحقق جماليه وافاده. هلا المراه السوريه، هلا اول شيء السوريين بشكل عام عندهم متعددين المواهب، بيقولوا لك مثل الزبدية الصيني منين ما طلعت يا بترد، السوريين كلهم هيك، فما بالك من النساء. يعني النساء دائما نحن عندنا بسوريا قوايا وقد حالهم. هلا مرقت الازمه على سوريا ونحن بعدنا صامدين، وبعدنا كل مره من موقعها عم تمارس عملها. تماما. كأم، كمهندسه، كطبيبه، كمربيه، كست بيت، يعني كلهم عم بيكون دورهم فعال، دورهم فعال من حيث موقعها يعني. ولازم نكون هيك لحتى تقوم سوريا وتصير بكره احلى ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. مثل البازار. تمام. يعني مثل البازار بكره احلى. اكيد ان شاء الله يا رب بكره احلى علينا وعليكم. خلينا نحكي عن ظروف الازمه اللي لعبت دور كثير كبير بانه كثير من العالم انه فقدت عملها او ما عتقدر، بس يعني قدرت تتجاوز هيدا القصة بشغل يدوي، انه استثمرت حتى الوقت. قديش مهم مار الوقت، انه نحن ما نضيع وقت، انه وقف نحن شغل مثل حضرتك كمكتب. تماما. قديش مهم استثمار الوقت؟ هلا طبعا هلا شغلي هذا بده وقت، بس مو كل وقتي طبعا. يعني تماما. هلا من قبل انه انا ما كان عندي شغل كهندسه، كان خاصه احنا بالريف ومناطق ساخنه مكاتبنا وهي تاثرنا، فصار عندي وقت فراغ كثير. حاولت انا اطلع وحبيت هاي الشغله مثل ما قلت لك، و يعني كل مالي زدت طورت اطلاعاتي وهي وصلت لها. فطبعا يعني انه النساء نحن عندنا كل وحده في مثلا عندهم صناعات يدويه، تطريز،
يعني هاند ميد، بيشتغلوا جزادين، بيشتغلوا اكسسوار، بيشتغلوا كنفه، بيشتغلوا يعني انه في كثير اختصاصات متعدده ومجالات واسعه. يعني المراه عم تشتغل، ما عم تقعد بلا شغل. فانا بالنسبه لي حبيت هالشغله انه اول شيء كهوايه بلشت فيها، قلت ليش ما تكون كمان مردود مادي تماما، انه ما اقعد بدون شيء. بس هلا الحمد لله شغلنا بلش بالهندسه، يرجع ان شاء الله مثل قبل شوي شوي رح نعيد اعمار سوريا. بس ما رح تترك الشغله اليدوي؟ لا، هي هوايه وحتم فيها. تمام. ما اخذت لك الوقت لانه ما الاثنين سوا رح ابقى ان شاء الله. يعني حضرتك مشاركه ببازار بكره احلى، قديش هالبازارات اليوم عم تفتح افاق لعرض منتوجات المراه السوريه اللي عم يكون لها طابع خاص ومميز، وايضا كيف عم تلاقي اقبال العالم وتفاعلهم مع منتوجاتك؟ هلا هو البازارات مهمه كثير، يعني هلا هي عم تساعد العالم لعرض بضائعه، وفي اوقات مثلا بتشوفي بالبازارات يعني بضاعه ما بيخطر ببالك انه موجوده، بتنبسطي انه في هيك شيء وبتحبيها وبتاخذي فكره عنها اكثر، وطبعا باسعار ارخص من السوق يعني. وبعدين في تعارف على العالم، تعرف على العالم كثير شغله كنز يعني، تعرفي على العالم. نحن بنصير بالبازار مثل عائله واحده. تماما. وانا بتشكر مدام عروبه ومدام عطا لانه هن شجعونا وفتحوا لنا مجال انه كمان نحن نمارس هوايتنا ونعملها يعني مهنه كمان، انه ناخذ ايراد منا. وبنفس الوقت خلونا نشعر انه كعائله. وهلا انا بحس حالي بالبازار كانه عائله قاعده ببيتي، بحس حالي غريبه ابدا. يعني نحن اليوم بدنا نتمنى لك كل التوفيق على هالاشياء الجميله والمفيده ولها مظهر كثير جميل، ان شاء الله دائما بتطور بهذا المجال. نتمنى لك اكيد التوفيق بالمجال الهندسي. ميرسي لكم. اكيد نتشكر وجودك معنا ونتمنى لك ايضا التوفيق مثل ما ذكرت اريج، وان شاء الله يا رب ترجعي للعمل الهندسي اضافه الى هيدا الاعمال يلي كثير حلوه ولكثير ناس بتهمهم. شكرا كثير لك. ان شاء الله. شكرا لكم. يا هلا فيكي سالي. يعني